اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أخذ طابع المحاكمة للمعارضة ووسائل الأعلام الرافضة للنهج السياسي الحالي، هكذا توحي كلمتا الاختتام لرئيس مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني. بن صالح وخلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمة ثمن ما جاء في رسالة الرئيس الأخيرة بمناسبة عيد الاستقلال، ودعا المعارضة إلى الكف عن الانتقاد والتركيز على تقديم اقتراحات ملموسة لتجنيب البلاد تبعيات انهيار أسعار النفط. إننا أمام الوضع الأمني الذي يهدد حدودنا من كل الجهات، وأمام تزايد تراجع أسعار النفط واستمرار الأزمة الاقتصادية، الواجب يقتضي من الفاعلين السياسيين معارضة وتأييدا إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، وندعو الفاعلين السياسيين أيضا إلى المساهمة في ترقية نقاش الساحة والابتعاد عن الطروحات المفتقرة للواقعية وإبقاء مؤسسات الجمهورية ورموزها بعيدة عن الجدل السياسي غير المؤسس. رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة تكفل من جهته بإطلاق النار على بعض وسائل الإعلام، معتبرا إياها بوقا لقناعاتها الشخصية بعيدا عن المهنية. الرجلان الثاني والثالث في الدولة فضلوا تمرير رسائل سياسية وانتقاد المعارضة بدل عرض حصيلة الدورة التي بدت هزيلة كسابقتها.